بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الآن بإذن الله تعالى شرح درس زوايا المثلث، درس رقم 2-3 لطلبات المسارات. هذا الدرس في أكثر من نظرية نتعرف عليها. نظرية تعرفتوها أنتم صغار، اللي هي نظرية مجموع قياس زوايا المثلث. أي مثلث بالدنيا لما نجمع زوايا الثلاث قياساتهم بدهم يطلعوا 180 درجة، أي النظرية. بالنسبة للبرهان طبعا هو هنا مكتوب، طبعا بيقول لك الزاوية عمل مستقيم مساعد أنشأه إضافي هون، زاوية 3 بتساوي الزاوية 4 تبادل داخلي، والزاوية 1 تساوي الزاوية 5 تبادل داخلي. الآن مجموع الثلاث زوايا هذول 180 لأنهم على خط مستقيم، وبالتالي يطلع مجموع زوايا المثلث 180 درجة. هذا مثال من واقع الحياة محلول أمامكم. بدنا نحل الآن اللي أنتم مشاهدينه، اللي هو تحقق من فهمك. إذا ملاحظين التحقق الأول، عندي مثلث، أمامي مثلث، مطلوب حساب الزوايا المجهولة. في عندي الزاوية 1، هاي هي، عندي الزاوية 2، عندي الزاوية 3. يلا نبدأ بقياس M، تعني قياس M الزاوية 1، يعني قياس ميجر اوف انجل 1، قياس الزاوية 1. كيف اطلع قياس الزاوية 1؟ لاحظوا انها هي والسبعة وخمسين اللي بتجاورها جايين على خط مستقيم واحد، يعني بشكل زاوية 180 درجة. مين هما؟ السبعة وخمسين مع الزاوية واحد، ذول بشكل زاوية 180 درجة، اللي هي الزاوية واحد مع السبعة وخمسين، لاحظ نصف دائرة. لذلك نقول قياس الزاوية واحد بيساوي 180 ناقص 57، لأنه هي والسبعة وخمسين مجموعهم 180. 180 ناقص 57 بتساوي 123. هيك نكون عرفنا الزاوية واحد إنها 123. إذن الزاوية واحد بدأت تكون 123. عشان 123 زائد 57 بيصيروا 180. يجي الآن للزاوية 3، لاحظ هون الزاوية 3، مجموع زوايا المثلث كله 180، إذن الزاوية 3 قياس إلها يساوي المثلث كله 180، بشيل منه قياس الزاويتين هذول اللي أنا عارفهم اللي هما 123 زائد 28، وبحسب على الآلة الحاسبة. طبعا القوس هذا ضروري، أو إني أحط ناقص مرتين، 180 ناقص 123 ناقص 28، إذا ما بدك قوس. فالآن الزاوية هذه كم طلعت معنا بالآلة الحاسبة؟ طلعت 29، إذن الزاوية 3 قياسها 29. نفس الشيء الزاوية 2، يلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، الزاوية هاي طلعت 29. ممكن أخذ المثلث الكبير كامل، ممكن أخذ المثلث الصغير اللي بالأسفل هذا. خلينا نأخذ المثلث الصغير. إذا بدي أخذه كامل هاي 29، هذول أجمعهم يطلعوا 99، وبحسب ذي قديش تبقى، أو إنه أقول الزاوية 2 هي جزء من ذا المثلث. ف
تمام، المثلث كله 180. بدي اكتبه هسه بدون اقواس زي هيك، بس بدون اقواس كيف؟ بنقص منه 57 الزاوية الأولى، ثم أنقص 71. إذا ما بدك تكتب أقواس استعمل هاي الطريقة، 180 ناقص الزاوية الأولى ناقص الزاوية الثانية، بيطلع لك الزاوية الثانية. فشو بنقول الآن؟ أو إنك تعمل أقواس زي ذي، 180 ناقص 57 ناقص 71 تطلع 52. إذا الزاوية 2 بدها تكون 52. هيك نكون حسبنا الزاوية 1 و2 و3. أعيد بس واحد، الزاوية 1 من زوايا خط مستقيم مجموعة 180، الزاوية 29 من مجموع زوايا المثلث اللي هو 180، الزاوية 2 من مجموع زوايا المثلث هذا KLM. تمام، نجي للرسمة الثانية. صرنا زاوية 3، في عندي 4، في عندي 5، وفي عندي 6، في عندي 7، في عندي 8 و9. قصة طويلة، لو بديت بأربعة بجوز صعبة شوي، لأنه ما في مباشر. أسهل وحدة أبدأ فيها أي زاوية، بدي أبدأ بالزاوية 7، قياس الزاوية 7 تساوي، ليش؟ لأنها 7 جزء من مثلث، عارفين فيه زاويتين بقدر أعرف الثالثة. إذا الزاوية 7 أقول هيك، 180 ناقص 58 ناقص 65. هاي أفضل طريقة لحسب مجموع زاوية في مثلث معروف زاويتين فيه. ليش أسوي مرحلتين أجمع وبعدين أطرح؟ لا، زي هيك على طول. فبقول 180 ناقص 58 ناقص 65 يساوي، طلعت الزاوية 7 قياسها 57 درجة. هون كيف عرفي؟ مجموع زوايا المثلث، هون عرفتها من مجموع زوايا المثلث. طيب الآن في عندي الزاوية 5، أنا عرفت هذه إنها 57. لاحظوا الزاوية 5 تقابلهم بالرأس، 7 و5 متساويات، إذن الزاوية 5 تساوي الزاوية 7 وتساوي 57. شو السبب؟ تقابل بالرأس، تقابل بالرأس، أي عرفنا الزاوية 5. طيب إذن هاي كمان 57، طيب عرفنا الزاوية 5 إنها 57، عرفنا الزاوية 5 إنها 57. هل نقدر نعرف الزاوية 4؟ نعم، مجموع زوايا المثلث. إذا قياس الزاوية 4 بيساوي، عرفنا 4 5 7، هسه بنعرف 6 وبعدين نعرف الباقي. قياس الزاوية 4، لاحظوا هذا المثلث اللي على اليسار فيه 57 وفيه 67 وفيه الزاوية 4 المجهولة. فشو بنقول؟ 180 مجموع زوايا المثلث، بنقص منه 57 اللي أنا طلعتها، وبنقص منه 67 هو معطيني إياها، بيطلع معي الزاوية 4.
نحسب 180 ناقص 57 ناقص 67 يساوي 56. إذن الزاوية 4 56. تمام، نقدر نعرف الزاوية 6 من، لاحظوا هون عندي خط مستقيم، لاحظوا عندي خط مستقيم، يعني الزاوية 6 و7 مجموعهم 180، الزاوية 6 زائد الزاوية 7 هذول على خط مستقيم يساووا 180، مظبوط ولا لا؟ لأنهم على خط مستقيم. طيب 7 معروفة أنها 57، إذن الزاوية 6 راح تساوي 180 ناقص 57، وتساوي الزاوية 6 كم؟ 180 ناقص 57 حسبناها قبل شوية 123. إذن زاوية 6 123، شو طلع علي؟ طلع علي الزاوية 9 والزاوية 8. الآن الزاوية 9 عشان تطلع الزاوية 9 بدك تأخذ المثلث هذا كله، أي مثلث دقيق. الآن إحنا عرفنا، لا بدنا نطلع الزاوية، بدنا نطلعهم اثنين مع بعض، الزاوية 8 و9. الآن لاحظوا زاوية الرأس هون 123 ما طلعناها تو اللي هي الزاوية 6، بس حط لي العلامة هاي، هذا القوس الأحمر وهذا القوس الأحمر هو حاطهم، معناته الزاوية 9 بتساوي الزاوية 8، والمثلث كله 180، فأنا أجي هون 180 ناقص 123 اللي فوق بظل 57. 57 بدي اقسمها على 2، قسمة 2 بيطلع 26، لا بيطلع 28.5. اذا الزاوية 9 28.5 والزاوية 8 28.5. بعرف انه بعضكم ما فهم كيف 9 و8، هو معطيني اشارة انه 9 و8 متطابقات متساوية. انا طلعت الزاوية 6 يلي فوق انها 123، لان المثلث كله 180، المثلث كله 180، شيل منه 123 بيبقى 57، هذول 57 للزاويتين 9 و8 بقسم على 2 بيطلع لكل وحدة 28.5. الآن في نظرية جديدة اسمها الزاوية الخارجة عن المثلث. شايفين لو مسكت أي مثلث ومديت خط مستقيم برا هيك، هاي بسميها زاوية خارجة. هاي بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني بتساوي A زائد B. هاي نفس الاشي لو مديت خط زيها خارجة، هاي بتساوي البعيدتين، هاي بتساوي A زائد C. نفس الاشي لو مديت خط زيها، هاي الزاوية الخارجة بتساوي B زائد سي، يعني قياس الزاوية الخارجة عن المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين.
ليش؟ البرهان هذا اللي انتم شايفينه، انه اول شيء الزاوية A زائد الزاوية B زائد C، هذول 180 لانهن على خط مستقيم، لانهن مجموع زوايا مثلث. واثنين زائد واحد 180 لانهم على خط مستقيم. فمدام هذول لو نقصت من الطرفين الزاوية 2 بيطلع الزاوية 1 زائد الزاوية 2 يساوي الزاوية الخارجية، اللي هي الزاوية الخارجية. إذا كان مطلوب البرهان إحنا بنشرحه، إحنا بنحل الأسئلة، لا أنا بحل لكم الأسئلة وحسب أنتم شو تحتاجوا تواصلوا معي. تحقق من فهمك. هون في خزانة ملابس ما شاء الله كلها مثلثات، كلها لأستاذ رياضيات أو معلمة رياضيات، لا أستاذ لأنه ملابس رجال. طيب الآن هاي الخزانة هي طلعت حرمة، هاي لطيفة اسمها تثبت لطيفة جسور الرفوف على جدار خزانتها. إذا طلعت معلمة رياضيات مس لطيفة أو أبلة لطيفة. ما قياس الزاوية 1؟ طبعا عندك هون 90، عندك هون 40، قديش قياس الزاوية 1 هاي؟ بدها تكون عشان مجموع زوايا المثلث 180، هاي الزاوية 1 اللي برا، هاي بتكون 50. بس أنا أقدر أعرف الزاوية 1 بطريقتين، إما مجموع الزاويتين البعيدتين اللي هما 90 زائد 40 ويساوي 130. إذن قياس الزاوية 1 هو 130. نقدر نعرفه هون إنه متجاورات على خط مستقيم. الزاويتان الحادتان في أي مثلث قائم الزاوية متتامتان. شعي متتامتان مجموعهما 90، يعني الزاوية B والزاوية A متتامتان مجموعهم 90. توجد زاوية قائمة واحدة وزاوية منفرجة واحدة على الأكثر في أي مثلث، بس ما في مثلث بزاويتين قائمة. طيب نجي للتحقق ذا، بده قياس الزاوية 2 والزاوية 3 والزاوية 4. هو طب نطلع الزاوية 1 إنها 38 عشان ما نتعب. طلع كيف طلعها؟ هاي الشرح، زاوية 1 نطلعها 38. هسه بقول لكم. طيب إحنا الآن كيف طلعها؟ مجموع زوايا المثلث هذا اللي على اليسار، هذا المثلث القائم، هاي 90 واثنين وخمسين ناقصهم عن 180 38 درجة. تمام. الآن بدنا إحنا الزاوية رقم 2، واحد عرفناها، بدنا الزاوية رقم 2 ذي. لاحظوا المثلث اللي على اليمين، هون 90 هون 38، إذا نقول 180 المثلث كله ناقص 90 اللي هي القائمة، وكمان ناقص الزاوية الثانية اللي هي 38. نحسبها كم تطلع على الحاسب. تطلع معانا 52، تطلع 52. ترى كان بإمكاننا بدون حسبة إنه 2 تبادل داخلياً، لأنه قائمة قائمة معناته متوازيات، فهاي بكل تأكيد هي 52. طيب 3 بدون حسبة، يلا هذا مستطيل،
توازي 38 تبادل 3، إذن الزاوية 3 بدها تساوي 38 تبادل داخلي، تبادل داخلي. طيب طريقة ثانية، ما جاش عبالنا التبادل الداخلي، هون الزاوية 90 كلها 90، هيا كلها 90، راح منها 52، شو يبقى من 90؟ يبقى 38. باقي علي إذن الزاوية 3 طلعت 38، خلينا نحلها على الطريقة الأخيرة، 90 ناقص 52 وبتطلع 38، الآن الزاوية 4. لاحظوا هاي قائمة، معناته اللي جنبها قائمة، هاي 90 وهاي 38، الزاوية 4 مجموع زوايا المثلث 180، 180 بنقص منهم 90 وبنقص منهم 38 تطلع لي الزاوية 4، فبتصير 90 ناقص 38 يطلع معاي 52. وصلنا لمسائل تأكد، وما بحب أطول عليكم الفيديو، يعني ممكن نحل كمان تأكد الآن، ما في مشكلة نحل تأكد. لو بتضل على نفس النظام خليه عشان الناس متعود، تأكد لحال، فيديو لحال، يعني هيك نكون انهينا لكم الشرح وحل تحقق من فهمه. ان شاء الله تعالى الفيديو اللي بعده بنسجل حل تأكد وتدرب وحل المسائل.